هي هذه أفكار المشروع. طيب استعمل برد يعطيك أفكار في ثواني. برد؟ طيب إيش يعني ذكاء اصطناعي توليدي؟ خليني أشرح لك يا عبد الله. لو الآلات بتفرق بين الكرة الصفراء اللي في يدك وكرة التنس، فيه ثلاث سيناريوهات. في السيناريو الأول، الآلة تعتمد على رموز برمجية محددة لكلا الكرتين. الآلة تفرق بين الكرتين بالمقارنة بين صور لمختلف الكرات في بيانات تدربت عليها. والآن يمكنك سؤال الآلة عن الفرق بين الكرتين وتجاوبك على طول. هذا هو الذكاء الاصطناعي التوليدي. مهدي، قاعد أجرب أسأل بارد سؤال باللهجة السعودية. سؤال صعب صراحة، أبغى يسوي لي وصفة سريق بالسمك أول مرة تصير، بس ملاحظ أنه قاعد يفهم على اللهجة السعودية. كيف؟ بارد يعتمد على نموذج لغوي متطور، يفهم مختلف اللغات واللهجات، وحتى يجاوبك يستعين ببيانات تغذى عليها من مختلف اللغات سواء كانت العربية أو أخرى، ويعيد صياغتها لتكون أقرب لأسلوبك. وأنا أتكلم مع بارد وكأني أتكلم مع صديق، يتفاعل معايا، يلخص مذكراتي، يعطيني وجهات نظر مختلفة لنفس السؤال. بارد بهذه الطريقة ما راح يلخبط؟ هذه الأداة تتطور وتتعلم على يدك. أيوة. في بعض الأحيان يمكنها تعطيك جواب غير دقيق، فعليك بالضغط على جواب جيد جواب سيء لكي تساهم في تطوير النموذج لبعض. طيب مهدي، إيش هو مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ يعني بصراحة وظيفنا إحنا البشر عليها خطر ولا؟ عبد الله، هذه الأداة في الأول والآخر نتيجة الابتكار والاجتهاد البشري، هي موجودة لك لكي توفر لك الوقت في بعض المهام وتعطيك مساحة أكبر للإبداع والإنتاج. بس الله يطمنك.